يقول: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إلى النار؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار، هذا مخرج في مسند الإمام أحمد وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل وابن الجوزي في العلل المتناهية والخطيب في تاريخه، خرجه غيرهم لكنه ضعيف جدا لأن في إسناده أبا الجهم الواسطي وهو ضعيف بل شديد الضعف، ولذا لا يصح هذا الحديث كما قال ابن عبد البر ونقله عنه الحافظ بن حجر في لسان الميزان. وزرعة الرازي يقول عن أبي جهم الواسطي أنه واهي الحديث، وجهله الإمام أحمد قال إنه مجهول. نعم. على كل حال هذا الحديث شديد الضعف، فهو خبر لا يثبت. قال الحافظ بن حجر في اللسان: أتى عن الأصمعي بخبر باطل، يعني أبا هفان عبد الله بن أحمد بن حرب من رواته عند الخطيب، قال عنه الحافظ بن حجر: أتى عن الأصمعي بخبر باطل ثم ساق هذا الحديث.